مشاهدينا الكرام، نذهب بحضراتكم إلى جلسة لمجلس الأمن حول التصويت على تمديد بقاء قوات اليونيفيل في تمديد قضاء اليونيفيل في لبنان. وقد قدم مجلس الأمن بكل كرامة هذه الخدمة، والولايات المتحدة تدعم هذه المهمة لهذه القوات ومستمرة في دعمها كذلك لقوات اليونيفيل في لبنان، وما تبذله من جهود لجعل الجنوب أكثر أمنا وأمانا. أنا سعيدة جدا بهذه الإنجازات التي تحققت. إن الوضع الحالي لقوات اليونيفيل غير مقبول منها، لأن هناك أمور كثيرة إنما تعكس أن هذا التفويض من جانب اليونيفيل يعطيها السلطة والقدرة على اتخاذ إجراءات وعمليات توقف كل العدائيات في هذه المنطقة. هناك تواجد حيوي وهناك عمليات فحص وهناك كثير من الأنشطة التي تدعم التأمين هذه المنطقة. منذ عام 2006 فكان القرار يؤكد ويعطي التفويض لليونيفيل بحماية الدولة وهذه الحدود. اليونيفيل تقدم دائما تقاريرها المتعلقة فيما يتم منعه وحفظ أمان هذه المنطقة. نحن لم نتعلم كثيرا من هذه الأفعال التي تحدث في هذه المناطق، ونحن هناك أسلحة غير شرعية يتم تداولها خاصة من جانب إيران، ولكن هناك اليونيفيل التي تعمل على وقف كل هذه العمليات غير الشرعية. هذا التقرير وهذا التشريع يعطي لليونيفيل حرية العمل. إيران دائما تقوم بحدوث فزع لهؤلاء السكان في المنطقة من خلال أنشطة إجرامية وإرهابية وتثير القلاقل كذلك في سوريا. وإن أي دولة تواجه مثل هذه الهجمات الخاطئة وهذه الهجمات الإرهابية من دولة مثل إيران، إن الغرض من وجود قوات اليونيفيل هو عدم الدخول في حرب أو قتال، ولكنها هو الحفاظ على هذه المنطقة خالية من الأسلحة ومن العمليات العسكرية. ومن ثم يجب إن قامت وتمكنت اليونيفيل من تحقيق هذا الاستقرار والأمن في المنطقة، فإن الأفعال التي تبذلها وأن هذه المهمة يجب علينا دعمها ومن جانب الولايات المتحدة من أجل الاطلاع بهذه المسؤولية من جانب الأمم المتحدة نحو هذه الدول ونحو هذه القوة من أجل دعمها ومن أجل تقويتها. لن نقف مكتوف الأيدي سالبين أمام كل التحديات التي تواجه العالم. إنها تخطو خطوة اليوم جيدة جدا من أجل التأكيد على أن قوة اليونيفيل تؤدي دورها على أكمل وجه. السيدة السفيرة ممثلة الولايات المتحدة على إحاطتها، وأعطي الكلمة إلى السيد السفير ممثل المملكة المتحدة. شكرا سيد الرئيس. إن المملكة المتحدة تؤيد هذا القرار اليوم وتستمر في دعمنا من أجل الحفاظ على استقلالية لبنان وسيادتها على أراضيها. وإن الأمم المتحدة لديها إسهامات كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، وتؤدي قوة اليونيفيل هذه المهمة بنجاح من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في لبنان. برجاء التفويض أيضا والاستمرار في هذا التفويض الممنوح لليونيفيل، سنظل دائما ملتزمين بالقرار 17-01 من أجل إعطاء القوة لهذا التفويض، وأن نرى القوات المسلحة اللبنانية لديها